وإذا أبرق الخيل فتحت البوابات على بركة الله، معلنة أولى انطلاقة أولى أشواط الحفل الثالث للأسبوع الثاني، انطلاقة مسابقات المصيف على مسافة 1400 متر، والتنافس والانطلاقة للجواد الهيدب في هذه اللحظات، مع أيضا تقدم وافرة للمركز الثاني ومحاولات سيف العبور للتقدم للمركز الثالث في هذه اللحظات، وأيضا الجواد قناع للمركز الثالث ومتهني مع وافرة في المركزين الرابع والخامس، والهيدب في صدارة هذا الشوط. مشاهدين متابعينا الكرام، انطلاقة أولى أشواط الحفل الثالث كما نتابع الآن التنافس على شدة ما بين الجياد والأفراس، الهيدب في الصدارة، قناع في المركز الثاني، محاولات للتقدم من الجواد، لكن في هذه اللحظات من الخارج يتقدم للمركز الثاني اللحاق بالمتصدر من الداخل الجواد الهيدب. تقترب الجياد من أخذ المنعطف الأخير لها في هذا الشوط، والهيدب يقود الجياد إلى 200 متر الأخيرة، متصدر الجياد منذ انطلاقة هذا الشوط في المركز الأول، ويوسع الفارق بينه وبين بقية الجياد. مشاهدينا متابعينا الكرام، نيبن هيستوريك الهيدب يعلنها فوزا صريحا بالمركز الأول، متهني المركز الثاني، تهانينا المركز الثالث، وافرة في المركز الرابع والجواد.